راس العام عندك قديش يتكلف العشاء؟ اختي راس العام نرقد بكري، لا دجاجه لا قاتوس لا عصيد زقوق ولا عصيده واحد، ناكل تلف خبز يابس ونرقد 100 دينار يعني مش يعني بالنسبه للراس العام انا في داري ماهوش ايفينمون كبير اللي مثلا يعني بتجيل تقول مثلا مثلا راس العام ما فيش تكلفه بالنسبه لي انا في اللي عام كامل يعني لباس يعني نتقابلوا يعني بالنسبه لراس العام فرصه باش نزيدوا نتلموا اكثر. ما نشيش انا من الشارع حتى كنت نعمل خبزه بسيطه وكهو وطريف الدجاج هذاك ما يفوتش 30,000 قد قد ما يفوتش شويه ديسير شويه مشروبات عندي في الدار فريز نجم بدنا نحي كهو عندك كل شيء تعمل صنع محلي في الدار كل شيء في الدار ما يتكلفش برشا؟ لا ما يتكلفش ما نصهرش ما نفوتش نص الليل مليون قادم بدراهمنا احنا بدراهمنا مليون 800 صدي بون احنا نوت مليون لكن نقول لك مليون يعني ايه واحد المليون مليون وهو كل واحد ظروف كل واحد وشحال يحب العشاء تاعو يحب يضخم وتسمى يقضي فيه وكاين العادي نورمال كاين 200 كاين 300 كل واحد ومقدوره. العشاء منيش يتكون بالضبط؟ العشاء منها يتكون من كيما جاتو دجاج فيه كاين الكاطو كاين اللي يدير دجاج وكاين اللي يدير كيما نقولوا حنايا تكون شخشوخه يقولوا نعمه يقولوا كل واحد وزيماش وشويه تكون نورمال تسمى العشاء يكون باين باللي عشاء مثال تاع المناسبه هذيك. تقربت 100 دينار تقربت 100 دينار وراي دجاجه وخبزه قاتو شويه ديسير شويه مشروبات هكا حتى المكسرات لي 100 دينار 100 دينار العائله كبيره ولا صغيره؟ لا فيها اربع افراد. القاتو خويا غالي السوم تاعو غالي تي وحده قدك انا كلها في اثنين عملناه مش ب 40 ب 50 نحن مزمرين ما نشروهوش نطيبوا فطور في الدار نشوش دجاجه روتين كذا اما القاتو السم تاعو غالي ياسر غالي 40 و 50 و 80 100 فما ناس تهون اختي فما ناس برشا ناس تصرف على راس العام هاي تقولوا قاتو دجاج مش من عوايدنا راس العام الحكايه هذه فما ناس تصرف لك في حكايه 500,000 شهريه كامله تصرف برشا حاجات تهون فما عباد لاباس عليها تهون تصرف ولا في الاخر فما تقليد للغرب. فاش قام ناخذوا في القاتو؟ كي شاهين قاتو نعملوه في الدار. ما عندكش ثقة في اللي تجيب البرا في اللي تحضر البرا ولا فلوس؟ مش حتى ثقة وقت اللي نشتهوه في سير الايام ناخذوه، أما مش فاش قام باش ناخذوه معناتها على الريفيون ما ناخذوش في الريفيون. والدجاج؟ مسيح هذاك اخي نحن رانا كي باش نطيبوا دجاج نحن كل يوم نطيبوا فيه الدجاج والقاتوره كي نشتو قاتوره نطيبوا في الدار علاش ناخذوا فيه من الشارع ومن الشارع ناخذوه وقت اللي واحد باش يفطر به الصباح مروح عنده مناسبه باش يخطب مش يشري في الريفيون هكذا اللي يشد الصف وتفرج فيها في قجوات خبز قاتوه حاله حليله لهالدرجه غير الشعب التونسي هذاك هو راه ما عنديش وهي غلات وهي شعلت وهي كذا وتلقاهم شادين صف على القاتو تلقاهم شادين صف على الدجاج تلقاهم شادين صف ويختف الدوره منا يقول لك والله الدنيا غلات وما عادش فيها وخلت وجلت ما نشربش جمله قاتو يبدا رخيص ناخذ كعبات حتى شيء نعملوا عشاء عادي قاتو دجاج وشويه ديسير هكا كهو قد 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 كهو فماش خاصة تويكا تشوف الظروف واحد ما عادش كيف قبل الجزائر ماشي حاجة هكا الدولة الأولاد الشباب هكا يديروا هذوك المفرقعات منا هكذا بس ما كانش في الديار يعني هما زادة ما يحتفلوش بها رسمي يعني يذبحوا داندا سكالوب يذبحوها ليلة 24 يتعشوا بها والريفيون يباينوا يخرجوا الأولاد منا يحتفلوا. قداش تكلف لك سهرية تقريبا؟ حسب الجو لك انا في بلاصه مليحه هاك لازم تصرفوا منها ولا قديش عملي والقديش انا العملي كنت غادي كنت في الجزائر كنت في سويسرا
ما يسقام لك شيء، كش ما تشرب حاجة ما كان في الليل والله تأكل حاجة وتستناو هذيك 12 الليل الناس هذاك هو برشا فلوس كمان. نو ماشي كان يكون عندك الأولاد وصديقات ولا صديقة ومنها هكذا كل لازم تشربوا حاجة تأكلوا حاجة هكذا، بصح ماشي بزاف، ماشي كل واحد وميزانيته يعني. أنا كجزائري مسلم إحنا ما عندناش عادة احتفال برأس السنة، هنا نحتفلوا برأس السنة الهجرية. أن عشاء تقليدي يكلف، مي نجريو هدايا الأولاد، نجريو بصح تاع رأس العام يعني الكريسماس هذا إحنا ما عندناش كمسلمين، ها جزائريين أنا. كاين في بعض المناطق في مثلا عنابة تيزي وزو يحتفلوا به، وما عندهم معتقدات تلقيهم اغلبيتهم تلقيهم عايشين في الخارج يحتفلوا به عادي، نسبة تلقيه واحد متزوج اترونجير ولا حاجة كيما هكا تلقيه يحتفل. انا نحكي في منطقتنا قسنطينة، احنا في قسنطينة ابارامون ماشي كامل، مي واحد 75 حتى 80% ما نحتفلوش، انا نحتفلوا براس السنه الهجري. كما عندي خبز الكاتو ولا مازال؟ ما تنديش، ممكن نعملها وحدي في الدار. اي نعم، نشري بسكوي وكل الحاجات دي ونقد واحد ياخذ المستلزمات والمدام تصنف. اي فوالا. علاش ما تاخذوش مشيره من الباتيسري؟ لا لا الباتيسري مش مضمونه، راهي صحيا مش مضمونه، تحب الواقع مش مضمون. كيما شهريتنا تو نحن الانتريتيه ما جاتش تو ما خذيناهاش. يعني ما تاخذش من الشارع، الامور ماديه ولا امور ثقه؟ لا لا، امور ثقه وصحيه، امور صحيه وثقه، فهمتي. انا ديما نعمل وقتاش طيبوا في الدار؟ صافي لونتون، انا عندي مده، انا رجل تعليم، انا عندي ما يقارب مده من بدايه المراه تعرف قدك. اما ديما يقول لك حاجه البرة مش هي اكثر من تاع الدار، مش هي اما مش مضمونه صحيا قلت لك معناها. قلت في الدار ما تشريش في الشارع؟ لا ما نشريش في الشارع على خاطر الامور مش باهيه يعني، وسخ وفهمت وراو فيهم احنا لهنا كيفاش الخبز الكاتو تتباع في التروتوار، فهمتني يعني في اللي في الـ في الـ في الـ في الـ في البلايص اللي مثلا الغاليه يعني سا ديبان وين، والكاليتي تبدا تعبه يعني. نحكي لك اون كونيسونس دو كوز اون بلوس، توا رجعنا توسكي ياكلي الدار في اللي الغلا والكوا، فهمتني. لا ما نكذبش عليك، احنا نعملوها في الدار، عندي خواتي يعملوها، انا ما انا ناكل هكا وما نعملش، اما خواتي هما اللي يعملوها، نعملوا في الدار ما نشريوش من البر. لا لا هكا يقولوا لي حاجه البرة معناها مش هي اكثر الجاتو نتاع البرة خاصه. لا واحد انت تعرفي روحك في الدار على نظافه على كل شيء، مش كيما تاخذيها من الشارع ما تعرفيش عليها نظيفه ما شاء الله. وعن اقل خبزه جاتو توا موجوده في الباتيسري تقريبا 55 دينار، سوم هذايا نحكيوا على اقل خبزه يعني صغيره على الاخر. يا خو بهم شويه حلو عربي ويروح بهم للدار خير، شويه كعك ورقه بالنسري، شويه بقلاوه، هو اللي يروح بهم ويروح بقضيه للدار بال 50 دينار خير له من خبزه جاتو. اي عندك فكره على سوام الموجوده توا نتاع الدجاج والجاتوات؟ الدجاج يصلح خاصه في الريفيون، فما حتى حاجه من برا تصلح، كل شيء كوميرسيال وكله شطر عنده 3 شهور في الفريجيديرات وفي الفريجوات وحاله حليل. يحضر على بكري؟ يحضر مش يحضر على بكري، هو بطبيعته حاطينه كراس مال غالي ياسر. شنو خبزه جاتو 55 دينار؟ 55 قد بالمواد اللي نشريها يقول لي 4. ما نجيش ناخذوه الكاتو، شنو هذيك تريف قالتك ب 50 و80 ناكلها فرد فم، مش معقول. وبصراحه وغالي كل مش حتى الكاتو، كل شيء مغلينه علينا. فما حد ب 70، فما كل قدير وقد. المواطن قادر يشري بالاسوام هذايا؟ مش ما يقدرش الا هم، ولا هم جي ريفيون في راس الشهر يا خو الشهريت ونجم يشري. والدجاج؟ الدجاج خويتي فما دجاج الناتن والدجاج المخنوق، هذا بحي يشري حي وهذا بحي واحد يقول طيبي واحد. عمني ولا خذيت جاتو؟ خواتي خذوه، انا ما خذيتش. قداش الخبزه تقريبا؟ عاملين ما ب 50 قلت لك، ارخص خبزه جاتو ب 50 دينار، ب 50 وب 120 وب 150، وكان الناس لاباس عليها تاخذ. نحن مزمرين والله ما ناخذوش جاتو، ما عادش يا حسره. قبل كانت الخبزه ب 5000 ناخذ، والله ناخذ خبزه ب 5000 ب 10000 تو ما عادش. ملي مات الزين الله يرحمه ما عادش ناخذ شيء. قداش السوم المناسب تراه انك نجم تاخذ خبزه جاتو؟ خبزه جاتو على الاقل 25،
20 30 دينار معها دجاج. اي ناكلوا دجاج روتي ها ولا سنام مع مش ناخذ وحده حكة اناناس وكل تاكل فانواز حك هم يجيبوا فيها من ليبيا وزي رخيص تناخذ وحيده هذيك ب 8000 فرنك ولا ب 10000 وانا مخيره ما شنلش قهوه قهوه موجود جاتو ب 12000 توا هذا الزين موجود هذا الزين ناكلوا بالجاتو ناكلوا كل شيء نشروا الحوت نشروا اللحم كنا نفرح تونس كاملة تفرح في عهد الزين تولى نسبة كبيرة من العائلات يوصل يشري جاتو دجاج ولا حوت ولا ديسير توصل تتكلف مبلغ مهم شوف ريت النوعية نتاع الناس هذيا يقول لك أنا عام كامل أكلي ما نشريش الحاجات هذيا يقول لك على الأقل مرة في العام جوز باش نصرف على روحي ونصرف على أولادي فهمت يعني تلقاها فمي مثلا عندهم دي تراديسيون تاع عام و12 هاوكا اكلي ليميت ليميت ومن بعد في راس العام يقول لك على الاقل خليني مريره في العام نعيش سردوك